تأييدها، وبالتالي طبعا الدعم للاعبين وللفريق كان الزمالك محتاج عشان يقدم موسم اخر قوي ويتم تدعيم الفريق. يعني هيكون الوضع بالنسبه لنادي الزمالك ايه في حاله عدم القيد للاعبين الجدد؟ هما اتنين طبعا، شبانه وعمر كمال عبد الواحد. لا انا شايف ان الصفقات السنه دي لنادي الزمالك يعتبر ما فيش صفقات، لان النواحي الماديه صعبه جدا جدا في نادي الزمالك، اثرت بشكل كبير جدا. موضوع القيد، موضوع اللعيبه، علينا فلوس للعيبه برده مش قادر تدفعها، نفس الكلام هتجيب لعيبه بفلوس برده. يعني القيد السنه دي كان كده كده مش هتعرف تجيب لعيبه بشكل كبير. حتى انت كمان ما بتيجي تجيب لعيب بتجيب لعيب الفري، لان هو مش تقدر تدفع فيه فلوس. فالسنه دي انت كويس ان انت عندك فرقه السنه دي خدت بها بشور الدوري. مش محتاج حد يعني كابتن؟ لا محتاج طبعا، محتاج طبعا، هيأثر على لكن انت عندك محتاج ومش عارف تجيب، هيأثر على الفريق في يعني كحامل اللقب ان هو يكمل لا كان لازم في تدعيم طبعا، كان لازم في تدعيم طبعا، لكن انت عندك فرقه برده موجوده. النواحي الماديه اثرت على كل شيء في نادي الزمالك، حتى اللعيبه اللي موجوده اتمنى ان هم ياخدوا فلوسهم لان لهم فلوس كتير متاخره. لكن هي حته هي كره كده خلاص. السنه دي انت اتحطيت في حته معينه في نادي الزمالك مش هتقدر تشتغل الا بالماديات، لان الماديات عاليه جدا جدا جدا، واتمنى ان يبقى فيها تقنين شويه او يبقى فيها نظر شويه، لان انت بعد كده الانديه دي مش هتقدر تدفع لعيبه فلوس ولا للمدربين. فلازم الانديه الشعبيه بتعتمد فقط على يعني جمهورها والراعي وكلام من ده، بعد فتره مش هتلاقي انديه شعبيه، انديه الشركات هي ثلاث انديه شركات صحيح. يعني لسه حتى كمان اللي صعد من تحت جاي لك برده مش انديه جماهيريه، فهتبقى فيها مشكله كبيره جدا. طيب كده نادي الزمالك ياخد دوري السنه الجايه؟ ياخد طبعا، اذا ما خدك دوري السنه دي ياخد السنة، لكن في صعوبه طبعا تدعيمات وفي طبعا. لكن ما انا بقول لك انت عندك فرقه، يعني عندك تيم موجود، تيم كبير، لكن تحافظ عليه. يعني بن شرقي مثلا عنده مشكله في حته التجديد، لان يعني بن شرقي إيه؟ طب بن شرقي راجل حاطط شروط معينه زي فكره ساسي برضه. نادي الزمالك ما بيقفش على حد، تمام، بن شرقي ساسي انت حافظ اهو. طب ما كنت حافظ بقى على ساسي طبعا، ما هو مش هيقدر من النواحي الماديه، هو مش قادر هو مش قادر. نادي الزمالك السنه دي مش النواحي الماديه مش قادر. انا اتمنى بقى الناس اللي هي بدل ما نقول للناس او الجماهير العاديه اتبرع بجنيه ولا اتبرع، لا هات بقى رجال الاعمال اللي موجوده زي الاستاذ ممدوح عباس، زي كل الناس اللي معاها فلوس وبتخاف على النادي وبتحب النادي، تدفع بقى في الوقت ده. هو بيخاف على النادي، اي حد بيخاف على النادي معاه فلوس وعاملين فيها زملكا خلاص يدفع. اي حد زملكاوي تقيل يعني مش لازم يبقى في انتخابات ويبقى رئيس نادي عشان اقدر اخدم نادي الزمالك، ما تبقاش فيها مصالح بس. انا عايز الناس تخدم بره النادي زي جوه النادي. طيب ما راح اكلمك على الاتحاد. يمكن الاتحاد السنه فاتت يعني كان بيحاول انه يبقى متواجد في مربع ذهبي، عنده كان مجموعه من اللعيبه مميزه صراحه، الحاج محمد بوصلحي وكابتن حسام حسن طبعا كمدير فني. السنه دي رايك في صفقاته ورايك ايه اللي ممكن يعمله نادي الاتحاد كنادي شعبي بقى اللي احنا بنتكلم عليه مع كابتن احمد، ايه اللي ممكن يعمله نادي الاتحاد السنه دي؟ انا اول حاجه صفقاته طبعا يعني. اول حاجه بقول للاستاذ محمد مصطفى الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. كان طبعا كان جاله دور كورونا، ويمكن من الشخصيات اللي انا اعرف يمكن الاستاذ محمد مصلحي من 20 سنه من قبل ما اخش نادي الاتحاد خالص، كصديق شخصي ليا، وهو وعمر اخوه من الناس الجميله جدا، فبقول له الحمد لله على السلامه. وهو انا شايف ان يعني هو حاول يحافظ على الجهاز السنه اللي فاتت عشان الاستقرار. طبعا كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم وجهازهم، يعني انا بشوف ان حسام حسن ده يعني مش واخد لحد دلوقتي، كان انا كنت بقول ان هو كان لازم يمسك المنتخب بعد يعني الفتره اللي فاتت، لكن يعني كابتن حسام صراحه عامل استقرار في نادي الاتحاد على قد الصفقات اللي بيجيبها، على قد الجمهور يعني برضو عامل طفره في الجمهور، واقف مع النهارده احمد علي جه من البنك الاهلي للاتحاد. فهو عم منصف يعني برضو صفقه يعني يا رب تشوفها، يعني عبد المنصف انه يكمل ويروح نادي الاتحاد، ده كان مهم بالنسبه لعبد المنصف ومهم لنادي الاتحاد. هو مشكله نادي الاتحاد حراسه المرمى، ما انت المشكله ان محمد صبحي مشي، فهو اكيد عايز حارس خبره، عايز حارس برضه يقضي بيه السنه عشان لان هو مش محتاج لسه واحد صغير يقدر ان هو يصبر عليه. لكن انا شايف ان الكابتن حسام ان شاء الله باذن الله السنه دي، جمهور الاتحاد يا كابتن بيعشق حاجه اسمها كوره، انت عارف اسكندريه يعني اول ماتش في الدوري يكسبوا ماتش تاني يقول لك بس احنا خلاص كده هناخد الدوري، فاهم؟ عندهم طموح اعلى من اللعيبه واعلى من الاداره.
عدم وجود عمار حمدي بقى ورجوع مره اخرى النادي الاهلي، وكان على رزاق سيسي كان برضه متواجد، هيفرق كتير جدا يا كابتن. طبعا اللعيبه اتنين زي اللعيبه بتاعت سموحه كابتن، ما انت تشوف احمد عبد القادر ومصطفى فتحي، يعني كابتن احمد صالح كان موجود في سموحه، كانت في فتره كبيره جدا تعادلات ورا بعض صراحة كابتن. السنه اللي فاتت جم في يناير مصطفى فتحي واحمد عبد القادر، سموحه فنش ثالث، فلعيب بيفرق مع الفرقه، اتنين لعيبه يفرقوا مع الفرقه. فطبعا انا شايف ان عمار حمدي يفرق مع نادي الاتحاد، برضو سيسي برضو يفرق مع نادي الاتحاد، لكن انا شايف برضو ان الدعائم دعم بيها الكابتن حسام ان شاء الله باذن الله تبقى كويسه ويعملوا موسم كويس السنه دي ان شاء الله. والاتحاد سيد البلد طبعا، سيد البلد. انا قضيت سنتين حلوين في الاتحاد، كان سنتين حلوين في الاتحاد، نادي كبير طبعا وجمهوره زي ما انت بتقول كده برضو جمهور جميل بحب يكسب، بس عارف اللي هو ايه طموحه فعلا كبير جدا جدا، اعلى من طموح اللعيبه واعلى من طموح الاداره. صحيح صحيح. كابتن مرعي انا بشكرك ونورتني وشرفتني وصديقي العزيز.